وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها منظمة أم القرى للعائلات النازحة من الفلوجة في مخيمات عمرية الفلوجة ومهجري ناحية جرف الصخر في منطقة الحبانية في محافظة الأنبار، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد. أهلا بك معنا دكتور عبد القادر. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك دكتور عبد القادر. قدمتم مشكورين في منظمة أم القرى مساعدات للعائلات النازحة في مخيمات عمرية الفلوجة في الأنبار، لو تحدثنا بداية أكثر عن هذه الحملة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه الحملة الأخيرة تأتي في ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها منظمة أم القرى للغاية الإنسانية لدعمها للنازحين في مختلف المخيمات الموجودة التي حيث توجد المخيمات في المحافظات والمدن. هذه الحملة كانت في عملية الفلوجة، حيث تم تأمين 700 سلة غذائية موزعة هذه على منطقتين. المنطقة الأولى كانت في مجمع المخيم عملية الفلوجة حيث يقطن فيه أكثر من 500 عائلة نازحة، والمنطقة الثانية كانت في دور واطئة الكلفة في المدينة السياحية، قرى المدينة السياحية في منطقة الحضانية، وتم توزيع أكثر من 200 سلة غذائية لهذه العائلات، حيث توجد عائلات جرف الصخر النازحة في هذا المجمع الموجودة في لأكثر من 7 سنوات في هذه المنطقة. وأيضا تم خلال هذه الحملة توزيع أيضا بعض المبالغ المالية في الحقيقة على عائلات ذوي الأيتام، أهالي الأيتام والأرامل، أكثر من 40 عائلة، 40 من حمالية لهذه العائلات في ضمن هذا المجمع. يعني لو تطلعنا أكثر دكتور على الحالة المعيشية للأهالي في هذا المخيم وحالة المستهدفين من هذه الحملة. الحقيقة وضعهم يعني منذ أكثر هذه مدة النزوح طالت عليهم، وهذه زادت من معاناتهم. استمعنا إلى شهاداتهم وإلى معاناتهم وإلى مناشداتهم، يعني حالهم صعب جدا. هم بحاجة دائما إلى من يقف معهم ويقدم لهم المساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث يسكنوا هذه الخيام الغالية في الصحراء وفي ظروف حر قاسي جدا وارتفاع درجات الحرارة. حالهم يعني يسوء كلما ساءت الظروف الجوية، خدمات قليلة، رعاية صحية شبه منعدمة إلا في القليل، أعدادهم كبيرة، وهناك من الأطفال والنساء وكبار السن يعني بحاجة إلى رعاية مستمرة. وطبعا هناك يعني ضعف إقبال من هذه المنظمات، قليلة تصلهم بين فترات طويلة جدا، حيث تقدم ما يمكن أن تقدمه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعني يمر بها البلد. يعني في الحقيقة وضعهم مأساوي جدا وبحاجة إلى يعني مساعدات بشكل متواصل ومستمر. ونحن في المنظمة الحقيقة الحمد لله يعني على التواصل دائم معهم والاطلاع على بعض أحوالهم خلال التواصل مع إدارة هذه المخيمات وبين فترة أخرى، ونعد تقارير خاصة أن نقدم ما نستطيع من المساعدات في ظل إمكانات المنظمة وما يجود به أهل الإحسان. نعم، هذا بالنسبة لهذه المخيمات. بالنسبة للمخيمات المشابهة، هل تخططون لزيادة وتيرة حملاتكم على هذه المخيمات في ظل يعني خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية التي حدثتنا عنها؟ نعم، بالتأكيد نحن يعني نسعى لأن نلبي أكثر ما نستطيع من حاجة هؤلاء النازحين وهذه العائلات ومختلف المحافظات في الشمالية والوسطى حيث يوجد النازحون. ولدينا برامج يعني شهرية ودورية نقدم من خلالها الدعم والمساندة
لهذه العائلات، ومن خلال التقارير الميدانية نقيم ونحدد نوع المساعدات التي نقدمها لهم. ولدينا يعني تقارير وكشوفات عن الحال هذه العائلات، ومن خلالها يعني ورصد هذه الأوضاع النازحين نقدم ما نستطيع أن نقدمه، وهي لا تمثل القدر اليسير مما يحتاجه هؤلاء النازحون في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة. نعم، إذن المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لك.